صراحة وجدت بمدينة طنجة مهرجان الوطني للسينما. أنا بمدينة طنجة يعني يوقع على الدورة 22، وأنا سعيد لأنني أشارك في هذه الدورة من بعد ما توقف المهرجان يعني بسبب الجائحة الجانحة، جائحة كورونا، والآن يعني أشارك من خلال فيلم سينمائي يتنافس على جوائز هذه الدورة، فيلم اللي تحمل عنوان ديال النزال الأخير، واللي تنجسد فيه دور البطولة، دور هشام لمونشو. وصراحة سعيد جدا لأنني أجدد اللقاء مع المتلقي الطنجاوي المولوع بالسينما المغربية، وفرصة كي يكتشف آخر الإنتاجات السينمائية المغربية، فرصة كي نتناقش مع الزملاء ومع النقاد السينمائيين والمخرجين والمنتجين وكتاب السيناريو، يعني أن نناقش التيمات التي تعالجها يعني الأفلام السينمائية المشاركة في هذه الدورة. يعني هذه الأجواء العامة حدود هذه الساعة. كيف جوك الأفلام؟ والله العظيم أنا يعني في إطار الاكتشاف، أنا أكتشف يعني أنا ما كنتش على الكلام 2019 يعني توقف المهرجان 2020، والآن يعني أحاول أن أسير ركب السينما المغربية بما لها وما عليها. واخا واش أنت مع أنه ترتبط السينما بالأشخاص؟ لا 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 لا، هذا خطأ، هذا خطأ وجودي أن ترتبط السينما والفعل السينمائي وتطور الدينامية السينمائية بشخص أو بفرد. نحن أفراد ندلو بدلونا في الحقل السينمائي، نساهم في الدينامية السينمائية، لكن أنا مع تركيز أسس المؤسسة الوطنية التي تضمن استمرارية الفعل السينمائي. أنا مع المؤسسة التي تحكمها قوانين والتي تسهر على تسيير القطاع السينمائي، لأن المؤسسة لما تكون مؤسسة قائمة على أسس قوية ومتينة وتستمد مشروعيتها ومصداقيتها من قوانين تنظم المهنة، أكيد أن الفعل السينمائي والإبداع السينمائي يستمر. إحنا فقط أفراد، وإذا كنا قد أبدعنا ولا قد كنا إضافة قيمة مضافة أو قد أتينا بالجديد لهذا الحقل السينمائي، فالتاريخ من سينصفنا والتاريخ من سيذكرنا وأعمالنا من ستذكرنا، وليس يعني أنا تأليه للأفراد وجعلهم يعني هم المرتبطين بالوجود السينمائي، إذا رحلوا رحلت معهم سينما، لا، هذا خطأ استراتيجي وجودي. واخا سيرابيل كنشوفو كتختار الأدوار ديالك بعناية فائقة، يعني ما كتجيش وتختار الأدوار. أيوا. بالنسبة للسينما المغربية، واش كتشوف راسك أنك تقدر تكون متواجد فيها بزاف ولا يمكن ما كتردكش؟ لا لا لا، بالعكس، أنا ممثل مغربي يعني منفتح على الاقتراحات التي تأتيني، لكنني لا أختار يعني الطريق السهل أو الأدوار السهلة من أجل يعني إنجاز الأفلام السينمائية، بل بالعكس من ذلك، أنا دائما في اختياراتي هنالك اختيارات صعبة. أنا مشيتي وطلعتي على مشواري السينمائي تجدني يعني دائما أحتشي شخصية ما تتشبه للشخصية من فيلم، إذا انتقلت من فيلم إلى آخر شخصية تختلف، وهذا ربما هو ديدني وأسلوبي في الاشتغال على الشخصيات السينمائية التي أؤديها في الأفلام المغربية، فأحاول دائما أن أتي بالجديد للمتلقي المغربي. واخا سرابي كنشوفوا أنه ممكن من كبار حتى أسماء كبيرة كيلجؤوا مثلا بدون ذكر الأسامي، أيوة، مثلا المشاهد اللي كتكون مخلة يعني شوية بالحياة ديال أنت مع أو ضد، واش ممكن نشوفوا أنت في شي مشاهد اللي تقول أنه كتخدم الفيلم؟ لا، هو أنا عندي راكمت واحد 15 سنة من الفعل السينمائي، لن تجدي ولا لقطة ولا، هذا اختيار. والعمل الفني في جميع القطاعات الفنية هو اختيارات، العمل الفني هو اختيارات، أنت أكيد هنالك جديد سينمائي. أنا بصدد تحضير اشتغلت يعني في أعمال فنية على مستوى الدراما التلفزية وعلى مستوى السينمائي كذلك. على مستوى الدراما التلفزية، على مستوى الدراما العربية أولا، يعني عندي مسلسل من إنتاج قناة MBC1، مسلسل سعودي يحمل العنوان ديال الهبوب، تلعب في الدور ديال واحد الامير تركي،
وهذا غادي يكون واحد العمل جميل جدا، لانه شخصيه مختلفه غادي يكتشفني من خلالها المتلقي المغربي والعربي. دائما عربيا يعني على مستوى الام بي سي 5 هذه المره، الجزء الثاني من مسلسل ولاد العم يتلعب في دور البطوله. عربيا هنالك مسلسل اخر انا صدد الاشتغال عليه ان شاء الله، بغيت نتكتم ما بغيتش نعطي كثير من التفاصيل عليه. وبالنسبه عربيا دائما عندي غادي يخرج لي فيلم، راه بدا يخرج، بدات يعمل، بدات يدور يعني في مهرجانات عربيه ودوليه، فيلم الباروني من اخراج الاستاذ اسامه رزق، هذا فيلم ليبي باسم ليبيا. مغربيا العديد من الاعمال المغربيه، عندي مسلسل جميل جدا، مسلسل ربما سوف يبث في رمضان المقبل، رمضان 2023، مسلسل تحمل عنوان ديال الرحاليات، دور مختلف تلعب البطوله فيه كذلك، تقاسم بطوله مع الممثله ساندية تاج الدين والعديد من الممثلين المغاربه المرموقين. دائما مغربيا انتهيت للتو من فيلم سينمائي يعني اخذ منا وقت طويل وطويل جدا، لكن هذا الفيلم انا مرتبط به ارتباط وجداني فني جمالي. الفيلم يحمل عنوان نوبة العشاق، ونوبة العشاق هو من توقيع الاستاذ كمال كمال. هذا فيلم سينمائي له بعد تاريخي اجتماعي علمي، وهذا سيكون مفاجأة الموسم السينمائي المقبل إن شاء الله بجاه الله. سينمائيا دائما عندي فيلم مع كترت تبارك الله مع السي رشيد فكاك، أرض الملائكة. أرض الملائكة فيلم توا غادي يخرج إن شاء الله مستقبلا. و إلا نسيت شي حد يسمح لي. شكرا. شنو ممكن ندير لكم المتابعين ديالك؟ المتابعين مرحبا بكم، قبلوا علينا، فمصاري واختياراتي لها طبع خاص، يعني أتمنى أن أكون دائما عند حسن ظن المتتبعين المغاربة وجمهورنا الوفي الذي يهتم بفننا وبأفكارنا وبأسلوبنا. مرحبا بكم وشكرا على دعمكم اللامشروط. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.